ألو نيال؟ ما قدرتي تستني للمساء حتى تعرفي باقي القصة؟ أكيد ما عم دق لك مشان هيك، أنا لازم لاقي عمر بيك بأقصى سرعة. شو صاير؟ انخطف الزلمة يعني؟ دقي له الشرطة طلبيهم. لك لا مو هيك الموضوع شبكي أنتِ، بس طلع هو وياسمين مشوار وناريمان خانهم رح تذبحني. لا تقولي انت شو التطبيق يلي على موبايلك يلي بتقدري تعرفي منه وين بيكونوا رفقاتك قاعدين؟ اشرحي لي عنه. ايه بتفوتي على الانستغرام بجوز نزلوا صوره اثنيناتهم وقتها بتعرفي وينه. ايه بلا ما لقيتي غير عمر بيك يعمل هيك شغله. برافو. ايه مو ناقص كمان غير يتصوروا سيلفي. ايه هلا عمر بيك مو شخص مشهور ومعروف كتير؟ عادي المفروض انه ينزل صوره. عادي بتصير. لك هو ما له علاقه بهالشغلات هي. خلص سكري انت الخط وانا هلا فوت على الانترنت وبدور لك وبشوف لك اذا بقدر اعرف وين هو. تمام القصه عندي. وهي كل الشركات هذا التصميم لإله. قليلة مو حاطط ولا صورة؟ إن إحنا إذا لقينا جاجة منحط صورتها. شو وين عايش هالزلمة؟ ياسمين مشاركة صورتهم على الانستغرام. حذري وين قاعدين؟ بمطعم للسمك على البحر وكاتبة على الصورة يوم رومانسي وهروب من العمى. شو هالحكي بالله؟ يلا يا ستي تمام مشي الحال. اسلموا. ما؟ شو لهالدرجة شاردة؟ بعتذر أنا آسف. مو شاردة عادي. خير صاير معك شي؟ ليش رجعت لهون؟ ما صار شي بس بدي فرجي هدول الأوراق لعمر يوقعون. ما لقيته بمكتبه. وينه؟ عمر بيك وياسمين خانهم راحوا. راحوا. بس أنت ليش هون؟ ما طلعتي معهم؟ لا راحوا لحالهم، قال يوم شغل خاص. شو عندك هلا؟ تعالي نطلع لبرا وبعزمك على فنجان قهوة بما انك فاضية. منروح؟ ناريمان خانم هلا رح تخليني رجع للمصاري، بس انا شو بقدر اعمل اكثر من هيك؟ مستحيل كل شيء بنحلم فيه يتحقق مو؟ والله انا بحياتي ما في مشاكل، كله خيبات امل يا غسان بيك. مثلا انا شلون بدي ادفع 200 الف؟ هات لنشوف. لشو الميتين ألف؟ أنت ما بتعرف القصة من الأول؟ ما حكوا لك. أخي الكبير كان محتاج مصاري فأخذ مبلغ من ناس نصابين ومشكلجية، وبعد فترة كبر الدين تبعه وما عاد معه مصاري وما قدر يسدهم. قاموا اجوا هدول الناس وهددوا إنه رح يقتلوه. بتعرفي شو؟ دائما كان مشغول بالي بس هلأ أخذت جواب. كيف يعني؟ دائما كنت عم بقول إنك بنت مالك طماعة ومتواضعة وما فهمت ليش لتقبل بهيك عرض. طلعتي قبلانة بسبب أخوك. أنت بنت بتجنني وطيوبة، عم بحكي جد مو مبالغة. وأنا اللي كنت مفكر إنه عندي هموم. قال شو؟
إنه البنت اللي معجب فيها مو قدران إنه أوصل لها. أوف أوف. مو مشكلة إذا تعبت شوي لو توصل لحلمك وتحققه. الحياة ما بتفرق بين واحد خسران وواحد كسبان، ونحن لازم نوصل لحلمنا مزبوط حتى لو تعبنا. وانتي حلمك شو هو؟ مو للاقي حلمي بالأول، لأنه بهذا الشغل ممنوع أني أحلم. غسان بيك، بدي اشكرك كثير، خليتني ارجع اصحى على حالي شوي. لا بالعكس، انا اللي بدي اتشكرك على هيك. عادي ما في لزوم. عم بحكي جد. كثير حلوه. يلا بشوفك. لا لسه. مو معقول شو محظوظه. عفوا؟ ديما خانم، من اول ما اجت على هالشركه عم تطلع عليك، بتضل تحكي عنك، معجبه فيك ولو. فيني أنا؟ غسان بيك، لا تعمل حالك معرفان، مبينين وأنتو عم تطلعوا على بعضكم، عيونا بيكونوا طايرين فرح. تمام حبيبتي تمام، فيك تروحي على شغلك هلأ، ولا تنسي تشيلي هالأفكار البشعة من راسك، يلا. شو هالمجنونة هاي؟ شو هاد هلا؟ إيه ما عم تعرف تلعب؟ طابة وعصاية ما عم تعرف تمسكه؟ أنت بتنقي كتير، طيب تركيني بحالي. شو بعرفني سامي؟ لا خلقي، راسي وجعني من كتر ما عصبت اليوم، المفروض نفكر بخطة مشان الموضوع نفسه، وأنت ملتهي لي بلعب الطابة هي الغبية، ياسمين ما لازم تضل معه. إيه مليت من ياسمين ومن هالحكي الفاضي تبعكن، أنت ما عندك رفقات؟ قال له أي هون وين راح؟ تأخر علي. ما تأخرت لك هون حياتي. ليك وإجا المدلل. صباحه، اشتقت له لروحي. شو عم بيصير معك؟ لوليتي حبيبي انت يا عمري، بدي اشكي لك همي. بتعرف انه ياسمين لهلا بالشركه وما استقالت؟ شلون يعني؟ لا تقوليها هلا، بعد كل الحكي اللي حكيتي معها ضليت؟ تعالي نروح نحرقها ونطلعها برات الشركه. لا ما عاد في داعي نروح، لانه ياسمين حاليا مع عمر بيك، واثنيناتهم عم يقضوا يوم خاص لحاله. شلون يعني؟ وهالدفعة عملت لي حظر على الانستغرام كمان، وما عم اقدر شوف شو في عندها. المفروض نلاقي حل لهالموضوع ونشغل دماغنا ونهدى. لا مستحيل، ما عاد اقدر افكر ابدا ابدا، من كتر ما فكرت وتوترت راسي صار يوجعني وحاسه اعصابي تلفت. ارجوك فكر بيبي، ارجوك فكر شوي. حياتي يعني انا بالدايت القاسي ما بعرف فكر، بس رح اجرب. سامي لؤي عم يفكر، شوفه شلون؟ شوفه شلون؟ انطروا لك. Oh.